السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني الرياضيين. عن بطولة أمم أفريقيا لدي حديث بعد نهاية الدور الأول، لكن الآن فقط أتحدث عن منتخب الجزائر الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى لمغادرة أمم أفريقيا من دورها الأول، إلا إذا حقق الصعب في مباراة الأخيرة وقدر يحقق الفوز فممكن يتأهل. إذا حقق الفوز يعني غالبا سيتأهل، لكن حتى التعادل راح يطلعه خارج البطولة. شنو اللي صار لمنتخب الجزائر؟ منتخب الجزائر أول شيء يعني مباراة الأولى كانت مفاجأة تعادل بيها، مباراة الثانية أمام غينيا الاستوائية كان جاي ومتوقع أنه راح يكتسح هذا الفريق بفارق أهداف كثيرة ويقوي أسهمه حتى المباراة الأخيرة يحسمها بالتعادل ممكن أو الفوز، لأن المباراة شوي مع فريق أثقل. اللي يصير دائما بكرة القدم مفاجأة. الجزائر ضيعوا فرص كذا استعجال، النتيجة الفريق الغيني سجل عليهم هدف وفاز. هذه صايرة بكثير منتخبات، لا الجزائر أولها ولا راح تكون آخرها. كذلك الضغط على اللاعبين الجزائريين هم حتى ضعف عموم البطولة، كان عدا انه بحثهم عن فوز باللقب كان كذلك وجود قربهم القريب يعني جدا على تحقيق رقم قياسي عالمي في عدد المباريات وما خسرانين بها وباقي لهم يمكن مباراتين ويحققوا الرقم مال ايطاليا. زين هم هسه حاليا ساووا مع البرازيل فصاروا بالمركز الثاني اسبانيا والبرازيل، فهم كان ممكن انه يحطمون كذلك رقم ايطاليا، فلهذا السبب كان الاستعجال وكان الحاله النفسيه. السؤال ما هي العوامل عدا انه الاستعجال وليش صار لهذا؟ الحقيقه انه مشاركه منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب وبعض الفرق حذت حذوة في هذه البطولة، وفي بعض البطولات بعض الفرق كذلك تتبع نفس الشيء، هو مشاركة المنتخب الأول لكن فقط 5 لاعبين 6 أو أكثر نصف التشكيلة وإضافة لاعبين آخرين، والفريق الأكثرية اللاعبين الأساسيين يكون محترفين بالدوريات فصعب جلبهم أو البعض هو المدرب ما يستدعيهم حتى يقول أرد أجرب لاعبين جدد. هذا اللي صار مع منتخب الجزائر، يوجد بعض اللاعبين هم احتياط بالتشكيلة المنتخب الأساسي، بعض اللاعبين استدعاهم كذلك، هم بوجود اللاعبين جميع النجوم ما موجودين بالتشكيلة، كان يريد يجرب لاعبين كان كذلك يريد يخلي الاحتياطي يشاركون. هذه الطريقة يعني معظمنا مدحنا بها وكل الخبراء وتبدو انها جيدة ومثالية، بس الحقيقة هي إلها نقطة سلبية. شلون راح تقول لي شلون؟ اولا المدرب راح يكون يشتغل لها فترة، طبعا التشكيلة الأساسية ما ممكن يستدعيها خصوصا بالاحتراف، هذا دول محترفة مثل الجزائر، فصعب انه دائما يتجمع وياهم، فصار اكثر شيء حاليا متشبع وعارف التشكيله اللي خاضت بطوله كاس العرب. فلو بلش امم افريقيا نفس ما اختتم بطوله كاس العرب، انا متاكد ومع هالفريقين المتواضعين انا متاكد راح تكون نتيجته افضل مما هاي. لكن هو اجوا لاعبين الاساسيين فصار انه تشتت، ما خايض لعبات ودية يعني بالعدد الكافي او بطريقة جيدة بسبب تعرفون اصابات كورونا زادت هسه وبسبب وضع البطولة القلق بالكاميرون، فهذا اللي سبب الارباك هذا. يعني المشاركة في بطولات بجزء من الفريق هذه كثير فرق صارت بها انه تكون نتيجتها مو ايجابيه بالهذه بالمجمل. فلكن انا اقول اولا منتخب الجزائر عنده فرصه، مش ما يكون فريق افريقي يلعب ويا الجزائر قادر على الفوز، مو صعب عليه، فاتمنى انه يحقق الفوز بمباراة الثالثه ويتاهل.
واذا تاهل بالدور بالمرحله الدور الثاني انا متاكد راح تكون هي مباراه اقصائيه، والفريق ذا لا يواجه فرق قويه راح يلعب بقوه، مو مثل ما يفارق يواجه فرق ضعيفه، فممكن حتى يكمل ويحرز اللقب، مو صعب. هو حاليا بس فريق انا راح احكي عن البطوله بالتفاصيل، ما راح احرق الحلقه المقبله، بس هو يمكن اكثر شيء فريق الكاميرون فقط منافسه، والمغرب كذلك اللي نتمنى له التوفيق. انا اقول يعني مشاركه المغرب في كاس العرب اريد لها ان تكون ناجحه، وهي فعلا كانت ناجحه، لكن الطريقه انه اجت التشكيله الاكثر شيء الاساسيه اللي تلعب، فاختلطت الاوراق عند المدرب، وصار انه لاعبين هنا ولاعبين هنا، فصار الارباك هذا. انا اقول كنت اتمنى انه يحاول اكثر شيء يبلش باللاعبين اللي شاركوا ببطوله العرب، واللاعبين اللي هم جو محترفين كان ممكن يكون هم احتياط او اوراق رابحه في عند الحاجه، وطبعا يبدي شوي شوي يدخلون هم بالادوار الاقصائيه. طبعا هذه كان لو مسويها كان ممكن تكون النتيجه افضل مما هي عليه. طبعا ما ممكن ننكر انه سوء الملاعب حتى الاتحاد الافريقي يفكر انه يغير لهم جو ملعب المباراه، منتخب الجزائر في مباراة الاخيره بطوله سيئه اختاروا الملعب للجزائر ملعب سيء جدا، واللاعبين الجزائريين اغلبهم يعني سواء محترفين في اوروبا وحتى في الدوري الجزائري وفي قطر وكذا يلعبون ملاعب جيده افضل ما معروفه. يعني هذا البطوله هي افشل بطولات افريقيا، يعني ما راح نجيب شيء من عندنا. يعني منتخب تونس يم اطلاق نار والغمرانة يوما احد المرات، فيعني بطولة فاشلة، لكن هذا أيضا سبب. كنت أتمنى مدرب الجزائر، هو مدرب خبير ومحترم وحقق لهم ما حقق لهم، كنت أتمنى أنه يبلش فيما انتهى عليه في بطولة العرب. هذه وجهة نظري. طبعا بالمناسبة قد يكون كثير عالم تختلف وياي، ترى تونس كذلك كان عندها غيابات تشكيلتها الأساسية، وايضا واجهت مشاكل في بطوله امم افريقيا الحاليه رغم انه فوزها المحترم بالمباراه الثانيه شوي عادت من وضعها. المغرب كذلك اللي كذلك كان عندها غيابات، مدربهم لعب ببعض العناصر. المغرب رغم انه فاز لكن كذلك المغرب مو مستوى اللي عليه بتصفيات كاس العالم او في البطوله العربيه، يعني مو ذاك المغرب. هذا ايضا سبب. واذا نرجع هواية منتخبات واجهت ولهذا السبب منتخب السعودية حجبوا الفريق بكامله وودوا مدرب مساعد، حتى المدرب نفسه ما خلوه حتى ما تتشتت افكاره ويكون عمل مع لاعبين، والمرحله الثانيه المرحله المقبله تصفيات كاس العالم مع لاعبين اخرين، رغم انهم ضامنين الصعود. السعودية استوعبوا الدرس وراح يبلشون بلاعبين منتخبهم اللي شارك بالتصفيات، عرفت شلون؟ هذا وحده. صارت بعض الكثير يعني صارت بمصر هاي الحاله، صارت بمصر مو صارت قبل هسه بهاي البطوله. مصر شلون مستواها؟ رغم انه فازت بشق الانفس بهدف محمد صلاح بالمباراه الثانيه بعد الاخفاق بالمباراه الاولى، ومستوى سيء جدا. مصر كذلك لانه شاركت فقط ببعض اللاعبين، وهذا الهجوم على كيروش صارت نرجع لكم بالماضي السحيق، يعني حلوه هاي مال الماضي السحيق. منتخب العراق 85 شاركوا في بطوله الالعاب دوره الالعاب العربيه في بطوله كاس العرب بالمنتخب الرديف، اجوا كاس العالم بعدين بدا الهبوط المنتخب العراقي في كاس العالم، في رغم انه المدرب مختلف لكن الالعاب الاسيويه مسابقه كره القدم ب 86 كلها اخفاق، فكذلك هذا عرفت شلون؟ فهاي تصير، هاي صارت في 88 كذلك عدم الاستقرار، ذهبنا في بطولات فريق بعض فقط اللاعبين الاساسيين واستقطبوا شباب ولاعبين كانوا مستبعدين وضموهم، والنتيجه انه ايضا اخفاق في تصفيات كاس العالم ب 89 اللي لنهايات كاس العالم 90، اخفاق في نهائيات الدوره اللي تلعب الاولمبيه في سيول 88 اخفاقين كله بسبب هذا التخبط هذا. ف
فالثبات على التشكيلة هو الأفضل. نعم لاعب يهبط مستواه، لاعب يصاب تستبعده وتستدعي لاعب، لكن تأهله تدريجيا، إحلال وتحليل بشكل تدريجي، وليس أنه تذهب إلى بطولة وتجيب تجرب لاعبين وتذهب إلى بطولة وتجرب لاعبين. صر تشتيت حتى بعقل المدرب والهيئة الإدارية، الكادر التدريبي سوري، راح يكون يشتغل على لاعبين وبعدين يجون لاعبين هم اللي راح يشتغلوا وياهم. إذا هذه قد هواية ناس تختلف وياي، لكن أنا أقول خلوها في حسبانكم أنه قد تكون هذه أحد الأسباب للإخفاق في منتخب الجزائر حاليا، وضعف مستوى مصر وحتى تونس بل وحتى المغرب. تحياتي لكم، وأتمنى التوفيق للفرق العربية في بطولة أمم أفريقيا الحالية، وإلي تغطية وحديث عن البطولة بعد نهاية الدور الأول ومحصلته، وبعدين أيضا بالأدوار المقبلة. تحياتي لكم وفي أمان الله.